كله كده، وحتى معروفه في اسبانيا باسمها عشبه القلب. الحقيقه من الحاجات المهمه جدا عشبه القديسين دلوقتي، لاني ابتدت تاخد اهي طبعا الوصف نبته شجريه بها مجموعات من الزهور الصفراء البيضاويه مع البتلات الممدوده زي ما هي قدامكم الشكل اللي موجود ده، يعني بتبقى ليها اللون الاصفر. لكن في نقطه هامه جدا عايز اقول عليها، ان العشبه دي اساسا ابتدت تاخد اهتمام كبير جدا جدا في العالم لسببين مهمين جدا. السبب الاولاني ان الادويه النفسيه اللي بيدوها للمرضى النفسيين اللي عندهم انفصام في الشخصيه، اللي عنده شيزوفرينيا، اللي عنده بانيك اتاك مظاهره الخوف، اللي عنده عدم الثقه في نفسه، اللي احيانا بيبقى فيه بعض الناس يجي يقول لك ايه، انا في حاجه من جوايا بتكلمني. طب بيكلمك يقول لك ايه؟ القرين بتاعه بيكلمه. القرين ده بيقول لك ايه؟ بيخوفني، يقول لي هتموت. طب ما احنا كلنا هنموت. يبتدي بقى الامور دي، بانيك اتاك دي متلازمه الخوف، بيبتدي يخاف. والعمليه دي بتؤرق الى ابعد الحدود وبتخلي الانسان يكبر الامور. وعلى فكره بتوع الخزعبلات كسبوا من الكلام ده مكاسب رهيبه، رغم ان ايه الحاله دي موصفه في الكتب اسمها بانيك اتاك. في حاجات تانية بتبقى الانسان عنده قلق، عنده اكتئاب. في ناس كتير جدا تقعد تكبر الامور. انا دايما بقول يا جماعه الانسان ممكن يحاسب نفسه لو مقصر، انا اخدت بالاسباب خلاص، مادام انا ما قصرتش مفيش داعي ان انا احمل نفسي اكتر من هذا. ربنا سبحانه وتعالى مادام انا اخدت بالاسباب، ربنا سبحانه وتعالى اخدت انا بالاسباب، ان الله لا يخيب ظن عبد اخذ بالاسباب. بس اذا كانت انا ما اعرفش، ويدعو الانسان بالشر دعاءه بالخير وكان الانسان عجولا، الواحد مش عارف الصح فين. لكن بقت في مشكله دلوقتي في العالم، بقت هي مشكله الكآبه، الاكتئاب. والاكتئاب ده درجته غريبه جدا، ولو شفتوا الناس بتخليها يعني. كان عندي طالبه بتشتغل الكآبه لا خاصه مضاد الاكتئاب وتشمل البرزواك، الثلاث مركبات، المركبات دي كلها اتعملت ادويه. لما بياخدوها بياخدوا الثلاث مركبات دي بيعملوا ايه بقى؟ بياخدوا المركبات دي يا جماعه، ومش كل مره هنستخلصها من عشبه القديسين او عشبه القديس يوحنا. ففي كثير جدا من الناس يعملوا ايه؟ ياخدوا دي ويدوها للكيميائيين، فالكيميائيين يبتدوا يحكوها، يعملوا لها عمليه تخليق، يعملوا لها تخليق يعني يحاكوا زي المركب، وبالتالي يقدروا ينشروها نشر كبير جدا. بس سبحان الله وجدوا حاجه غريبه جدا، ان انا لما اجيب مركب استخلصه من النبات واديه للكيميائيين يحاكوه بتبقى فيه مشكله، بيبقى مش ممكن يقدر يحاكي اللي ربنا اوجده سبحانه وتعالى. مش ممكن الانسان يقدر يحاكي اللي عمله الخالق البارئ المصور سبحانه وتعالى. بمعنى اني انا ممكن اعمل ايه؟ اجيب ايدي اليمين اعملها زي ايدي الشمال كده، الاثنين ينطبقوا تمام الانطباق، زي صوره المراه قدام. انا لما اقف قدام المرايه ايدي اليمين تبان شمال وايدي الشمال تبان يمين، فما احاكيه وما اصنعه انا كرجل كيميائي ايه؟ صوره مراه للي اوجده الخالق البارئ المصور. طب ايه المشكله في كده؟ ان اللي اوجده رب العزه سبحانه وتعالى يشغل المراكز النشطة اللي موجودة في الخلايا ويؤدي دوره ويسيبها ويمشي، فيسيب للمراكز النشطة متفتحة. إنما لو عملته كمركب كيميائي يروح شاغل المراكز النشطة ويسكرها ويؤدي دوره وما يسيبهاش. فالكلام ده أوجد إيه؟ إن أنا ممكن أكون عايز تركيز 50 ملي جرام، بعد 3 شهور ال 50 ملي جرام ما تنفعش، عايز 100 ملي جرام، لأن أنا عمال أسكر عمال أقفل المراكز النشطه. بعد سنه ممكن ما ينفعش ال 200 مللي جرام، وهكذا. فعشان كده ده اللي خلى الناس يقولوا باك تو نيتشر، التجاء للطبيعه. الحقيقه عمليه الكابه دي او الاكتئاب كانت في حاجه منها مايلد يعني خفيفه، وفي حاجه منها مودريت متوسطه، وفي حاجه منها سيفير. فهم لقوا ان تقريبا حوالي 60 الى 70%
من حالات الاكتئاب اللي موجودة في العالم. الدبريشن ده عبارة عن إما مايلد اللي هو الخفيف أو إما مودريت اللي هو المتوسط. فبناء عليه هيبقى حاجة ظريفة جدا إن احنا نديهم إيه بقى؟ نديهم ابتدوا يشيلوا كل الأدوية الكيماوية. ابتدوا يعني في ناس كده جدا كانوا بياخدوا ريسبريدال، مشكلة الريسبريدال ده لو الواحد استمر عليه يعمل شلل رعش، يعمل تاريخ رعش بعد كده. بعد كده كانوا بيدوا سيبراليكس. بعد عنك بيجي ناس بتيجي تقول لك دماغي فيها كلاب بتجري يعني من السيبراليكس وهكذا. فبناء عليه ابتدوا يعملوا هذا الكلام. انا كانت عندي طالبه بتاخد دكتوراه، سبحان الله تيجي تديها مثلا في مره مفرط اعطوها حقنه نتيجه ان هي كانت تعبانه. طب انتوا بعد ما خدت الحقنه انتوا صفيتوا الحقنه من الهواء؟ انا متهيلي الهواء دخل في الحقنه والهواء دي دلوقتي هيموتني، هيروح للقلب ويعمل لي سكته. طيب وهكذا تعمل عمليه تكبير لكل حاجه، دي بيسموها البانيك اتاك. وبعدين ترى بعد ما روحت البيت، طب ما احنا قاعدين اهو لو الحقنه فيها هواء كان حصل الكلام ده، وقعدنا 10 ساعات في الايه في المركز القومي للبحوث روحنا ما فيش اي مشكله. تتصل بالليل على في الفجر كده تقول لك لا انا متاكده الحقنه كان فيها هواء. وهكذا العمليه دي بانيك اتاك ومظاهر الخوف دي وكل حاجه تقعد تخوف منها، وبعدين تعمل حزن شديد جدا للانسان وتخلي الانسان حياته حياه صعبه جدا. دي موجات الخوف اللي بتهجم على كثير جدا من الناس. وجدوا انه لما بيدوا السيبراليكس والريسبريدال والكلام ده دخلنا في الادويه الكيماويه تخلي الانسان عمال يتخن وعمال يزيد في الوزن، تخلي وزنه من الممكن يبقى 60 جرام، بعد شويه تلاقيه 100 كيلو جرام، بعد شويه 120، بعد شويه 160، ملهاش حدود. وبعدين تلقاه قاعد ساكت زي الخرقه كده، يعني ما هواش بيتفاعل مع المجتمع، مش عايش. وعشان كده يا جماعه في حاجه مهمه جدا جدا، لما سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم علق هذا الكلام، لما الرجل اللي يسمى ابو امامه والقيه في غير اوقات الصلاه في المسجد، قال له ما بك يا ابو امامه؟ ليه موجود في غير اوقات الصلاه؟ قال يا رسول الله يعني امور المت بيه وديون عصفت بيه. قال له الا اعلمك كلمات لو قلتها ربنا ان شاء الله يسد دينك، بس تاخد بالاسباب. اي اللهم اني اعوذ بك من الهم والحزن، واعوذ بك من العجز والكسل، واعوذ بك من البخل والجبن، واعوذ بك من غلبه الدين وقهر الرجال. قعد الراجل يكرر هذا الكلام. الكلام ده فيه ناحيه احساس نفسي كده انك انت يعني بتخرج من حولك وقوتك. يا سلام لما الانسان كده يجي له حاجه مش قادر عليها يقول لا حول ولا قوه الا بالله. خرج من حوله وقوته الى حول الله وقوته. خلاص سلمت الامر لله، فوضت الامر لله، خلاص انت مالك؟ انا خدت بالاسباب. عشان كده يا جماعه في حاجه مهمه جدا هنا، دايما اللي بيجي لي حالات الاكتئاب او حالات القلق اقول له مش هندي دواء كيماوي. لما اتوجدت عشبه القديسين او السانت جون دي حلت مشكله كبيره جدا 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 في العالم، لسبب هتجدوا واحد عنده اكتئاب او واحد عنده موجات الخوف دي بياخد مركب كيماوي ليه 15 سنه وعمالين يزودوا له في التركيز، وخلاص بقى عبد اسير لهذا الكلام. الكلام ده ما ينفعش يا جماعه. وسبب الدروباكس والاعراض الجانبيه ووجع الدماغ ده، ونلاقيه بلغ الشيخوخه بسرعه جدا 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 ومش قادر يتفاعل مع المجتمع، ومش قادر يبقى فرد ايه يعين نفسه ويعين الاخرين. لان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا خير في من لا يضيف. انت عايش تعمل ايه؟ عشان كده يا جماعه في حاجات كتيره جدا الامور دي لازم نطردها من الاول. نطردها من الاول يعني في حاجات كتيره جدا انا خدت بالاسباب، خلاص ربنا سبحانه وتعالى هو ايه يديني او ما يدينيش، دي حاجه ايه بقى انا ما اعرفش. ولذلك كان في دايما الامام الشافعي في كتابه الام، كان واحد راجل بيشكي من الامام الشافعي بيقول ايه لما يروح يشكي له يقول له اشكي ربك يشيل عنك يزيدك. قال له يزيدني؟ قال له مش عرفك يمكن الزياده دي فيها هي المصلحه في حياتك. فالانسان ما يعرفش. وانا قلت الايه الكريمه ويدعو الانسان بالشر دعاءه وبالخير وكان الانسان عجولا.